يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم، نبي رب العالمين، الصادق الهادي الأمين، الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما، للحق صار معلما. ذاك الذي رب العلا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الوحيد الذي يجهر بالقرآن أمام الناس وأمام المشركين، ومع هذا كان يؤذى ويعذب عليه الصلاة والسلام. أما أصحابه فلم يكونوا قد تجرأوا على الجهر بالقرآن أمام المشركين. إذا كانت الشهادتان فقط تسبب الأذى والتعذيب، فكيف بالقرآن؟ فكيف بكلام الله جل وعلا؟ وذات يوم كان أصحاب النبي جلوسا يتحدث بعضهم إلى بعض، فقال أحدهم: من يتجرأ منا ويجهر بالقرآن ليسمعه قريشا؟ فإنهم ما سمعوه منا. من واحد يقوم منا ويتكلم بالقرآن أمام قريش ليسمعوه من أحد أصحاب النبي؟ فما قال أحد هذا الكلام، وما تجرأ أحد إلا عبد الله بن مسعود. قال: أنا أقرأ القرآن أمامهم. وكان عبد الله بن مسعود رجلا ضعيف الجسم ضعيف البنية، له ساقان دقيقتان ضعيفتان. قال: أنا أقوم فأقرأ القرآن أمامهم. فقال أصحابه: لا، لو أحدا غيرك يا عبد الله، نريد رجلا تمنعه عشيرته وقبيلته منهم. قال: أنا أقوم وسيمنعني الله عز وجل. قوة إيمان، القضية ليست بالجسد بل بالإيمان. قام عبد الله بن مسعود فذهب إلى المقام، وإذا به يجهر بالقرآن. وانظروا بأي سورة قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن. سمع كفار قريش من تجرأ وقرأ القرآن: ما هذا الصوت؟ من أين يأتي؟ فإذا بهم يتجمعون على عبد الله بن مسعود يستنكرون قراءته. الرحمن علم القرآن. أخذوا يضربونه ليمنعوه من القراءة، يضربون عبد الله بن مسعود، وعبد الله مصر على قراءته لا يبالي. علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. يضرب عبد الله ولكنه يستمر بقراءة القرآن، يضرب ضربا شديدا والدم ينزف منه. ما تركوا حجرا، ما تركوا نعلا، ما تركوا شيئا إلا وضربوه به، وهو ذو بنية ضعيفة لكنه قوي الإيمان، يجتهد بالقراءة ويرفع الصوت، يريدون إسكاته لا يستطيعون. علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. إذا به يقرأ ويسترسل حتى سقط على الأرض ولا يعرف وجهه من قفاه من كثرة الدماء، سالت الدماء من جسده. وفي اليوم الثاني قالوا له: يا عبد الله، أرأيت ما حذرناك منه؟ قال: والله ليسوا بأهون منهم البارحة منهم اليوم، اليوم أهون هم عندي من البارحة، ولو شئتم لخرجت في اليوم الثاني وجهرت بالقرآن مرة أخرى. فمنعوه وقالوا: لا يا عبد الله، كف عن صنيعك، فقد أسمعتهم كتاب الله. إنه عبد الله بن مسعود
ساقاه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنهما: ساق عبد الله بن مسعود أثقل في الميزان من جبل أحد. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بالرغم من أن المشركين كانوا يعذبون كل من يقرأ القرآن، كل من يتلو كتاب الله جل وعلا، بالرغم من أنهم كانوا لا يدعون أحدا يستمع القرآن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع هذا إلا أنهم كانوا يحبون الاستماع إليه. كيف هذا؟ أبو جهل ابن هشام، أبو سفيان ابن حرب، الأخنس ابن شريق، من أعداء رسول الله ومن كبار المشركين، كان كل واحد منهم إذا حل الليل ذهب متسللا لوحده إلى مكان قريب من بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يستمعون قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أحد منهم يدري عن الآخر. إنه كلام الله، نفوسهم تشدهم للاستماع إليه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، ليس على بشر، على جماد، على جبل أصم، ماذا يقول الرب عز وجل؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أبو جهل يستمع لوحده، أبو سفيان يستمع لوحده، الأخنس يستمع لوحده. في الطريق وهم قافلون عائدون قبيل الفجر إلى بيوتهم، يلتقي الثلاثة في طريق واحد. ويحكم ماذا تصنعون؟ لو رآكم سفهاؤكم لأوقعتم في نفوسهم شيئا، لا تعودوا لهذا. يتفقون على ألا يعودوا. في الليلة الثانية كل واحد يذهب للاستماع قراءة القرآن، أبو جهل وأبو سفيان والأخنس، كل منهم يستمعون، لكن للأسف قلوبهم ما تدبرت، كأن القلوب عليها قفل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. في الليلة الثانية لما يقبل الفجر يعودون إلى بيوتهم، فيصادف كل منهم الآخر. ويحكم ماذا تصنعون؟ لا تعودوا لمثل هذا. في الليلة الثالثة يفعلون مثل صنيعهم، لكنهم يتعاهدون على ألا يعودوا مرة أخرى. كانوا يعلمون في قرارة أنفسهم أن هذا كلام الله وأن هذا رسول الله، لكنه الكبر، لكنه العناد. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هكذا كانوا يفعلون مع الناس، لكنهم إذا خلى الليل يحبون استماع كتاب الله جل وعلا. وبدأت مرحلة جديدة بين المؤمنين وبين المشركين. كل من كان عنده من قبيلته رجل آمن مستضعف بدأوا بتعذيبه. بدأت الآن مرحلة التعذيب القاسية: جلد، تجويع، ضرب،
سحل، حتى أن الواحد منهم كان يوضع في الرمضاء جائع يقتله الجوع والعطش لا يبالون، يجلد الناس جلدا ولا يبالون. بل كان بلال رضي الله عنه ويملكه أمية بن خلف كان يأمر الصبيان فيضع حبلا حول رقبته، رقبة من؟ بلال رضي الله عنه. ما أراد منهم شيئا، أراد فقط أن يؤمن بربه جل وعلا ويوحده، فكان يضعون حبلا حول رقبته ويجره الصبيان حول جبال مكة وبين جبالها، حتى أن الحبل يؤثر برقبته، يجوعه ويعطشه أمية، ثم يضعه على الأرض الحارة في الصيف الحار، ثم يضع صخرة على صدره يكاد يموت وهو يقول أحد 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 أحد. بل إن أمية بن خلف يقول له: يا بلال، لا أزال بك هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتؤمن باللات والعزى. فيقول بلال: والله لو أعلم كلمة أخرى أغيظ لكم منها لقلتها. أحد 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 أحد. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. شاب صغير اسمه خباب بن الأرت، مولاته أمرت به فضرب ضربا شديدا، كان حدادا وكانت تضع له الجمر، الجمر الحار النار، ثم يؤتى به فينزع الرداء عن ظهره ثم يوضع ظهره على الجمر الحار، حتى أن شحم ظهره لما ذاب أطفأ النار. أي نار هذه التي أحرق بها خباب؟ من مثل خباب في ذلك الزمان؟ ما صده عن دينه شيء أبدا، كان يعذب وكان يحرق، ومع هذا كان يصبر في سبيل الله جل وعلا. هكذا كانوا يتعذبون. خباب بشدة التعذيب ولم يتجاوز 18 من العمر جاء إلى رسول الله عند الكعبة متوسدا، فقال: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد غضب: إنه كان في من كان قبلكم، يؤتى بالرجل فتحفر له الحفرة، ويؤتى بمشار الحديد على مفرق رأسه يفرق فرقتين، ويؤتى بأمشاط الحديد فيمشط ما بين لحمه وعظمه، لا يرده ذلك عن دينه شيئا. لكنكم قوم تستعجلون. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، تعذيب ضرب جلد، فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. عمار بن ياسر، أبوه ياسر، أمه سمية، الأسرة كلها وأمها أمه امرأة كبيرة عجوز، كانوا يعذبون عذابا شديدا، حتى أن عمار ينظر إلى أمه تضرب وإلى أبيه يجلد وهو معهما، ومع هذا لا رحمة لهم. يمر عليهم أبو جهل فيقول لجالدهم: اضرب وزد عليهم ضربا. ويمر النبي يصبر هذه الأسرة. أي أسرة هذه؟ كلها تعذب في سبيل الله. يقول النبي لهم: صبرا آل ياسر، صبرا، فإن موعدكم الجنة. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. جنة وحرير جزاء لما؟ لصبرهم على أي شيء؟ صبرهم على هذا العذاب. بل إن أبا جهل والعياذ بالله أخذ حربة فضرب بها قبل من؟ أم عمار، حتى ماتت. أما أبوه فقد مات من شدة التعذيب. أبو عمار ياسر مات أبوه وماتت أمه، فازدادوا على عمار ضربا يريدون ذبحه وقتله، حتى لم يصبر عمار فإذا به رضي الله عنه يقول ما أرادوا في رسول الله.
فإذا به يبكي إلى رسول الله يذهب. بكى عند الرسول قال: يا رسول الله، يا رسول الله، لم أصبر فتكلمت فيك وقلت كذا وكذا. فأنزل الرب عز وجل: إلا من أكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن، وقلبه مطمئن بالإيمان. أي إلا من قال كلمة الكفر مضطرا لكن قلبه مؤمن ومطمئن بالإيمان لا حرج عليه. فقال النبي لعمار: إن عادوا فعد، إن عادوا فعد. هذا يضرب وهذا يجلد. صهيب الرومي ضربوه ضربا حتى أغمي عليه، فكان يقول كلاما لا يدري ماذا يقول ولا يعي ماذا يقول. هذا صهيب الرومي، رجل كان كريما عزيزا بين مكة، لكنه لما آمن عذب عذابا شديدا. يعذب هذا ويضرب هذا. حتى مصعب بن عمير ما سلم منهم. مصعب كان أترف أهل مكة، وكان يأكل أفضل الطعام ويلبس أحسن اللباس، وكان أترف شباب مكة. لما أسلم أمه أخذت منه كل أمواله، بل طردته من البيت، وصار رجلا فقيرا لا يدري كيف يأكل وماذا يلبس. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، اصبروا وصابروا ورابطوا، واتقوا الله، واتقوا الله لعلكم تفلحون. يقول ابن عباس عن الذين تعذبوا قال: كانوا يعذبون حتى إن أحدهم لا يستطيع أن يستوي جالسا من شدة الألم، بل من شدة الضرب والتعذيب كانوا يقولون لأحدهم: آلات والعزى إلهك من دون الله؟ فكان يقول: آلات والعزى إلهي من دون الله، وقلبه مطمئن بالإيمان. حتى أن الجعل، حيوان، حشرة تمر على الأرض، يقولون له: هذا الجعل إلهك من دون الله؟ فكان يقولون: الجعل إلهي من دون الله. من شدة التعذيب ومن شدة الضرب هكذا كان يعذب أصحاب النبي. لما؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذه مرحلة من أصعب مراحل الإسلام، أراد الرب أن يصفي المؤمنين ويستخرج منهم أفضلهم. أبو بكر الصديق وهو يرى أصحاب النبي يتعذبون، يجرون في الرمضاء، يضربون ويجلدون، لم يسكت ولم يقعد، بل ذهب إلى أمواله وأخذ ينفقها في سبيل الله عز وجل. أخذ يشتري فلان ويعتقه لوجه الله، وفلانة ويعتقها لوجه الله. جاء إلى عامر بن فهيرة وهو أحد الذين شهدوا بدرا ومن السابقين في الإسلام، فاشتراه بحر ماله واعتقه لوجه الله. جاء إلى امرأة اسمها زنيرة، امرأة كبيرة كانت تعذب لأنها أسلمت ودخلت في الدين، فاشتراها بأمواله واعتقها لوجه الله جل وعلا. وكانت هناك امرأة من قريش، امرأة كافرة، حبست عندها امرأتين، النهدية وابنتها، كانتا جاريتان عندها، تعذبهما وتكلفهما أكثر من طاقتهما، وأقسمت ألا تعتقهما أبدا لأنهما أسلمتا. فجاء أبو بكر واشتراهما بأمواله واعتقهما مباشرة لوجه الله جل وعلا. رأى بلالا يعذبه من؟ أمية ابن خلف، عذابا شديدا يجره في الرمضاء ويضربه. قال: أشتريه منك، فأبى أن يبيعه عليه، فرفع ماله ورفع ثمنه ورفع ثمنه حتى أعطاه إياه بثمن غال. حتى قال أبو بكر: والله لو لم يبعني بلالا إلا بوزنه ذهبا لاشتريته. فاشتراه أبو بكر
وأعتقه لوجه الله جل وعلا. فجاء والد أبي بكر ولم يكن أسلم في ذلك الوقت، قال: يا أبا بكر، يا أبا بكر، ماذا تصنع؟ لم تشتري الضعفاء من الناس؟ لو أنك اشتريت رجالا أقوياء منعوك من الناس وكانوا حماية لك. قال: يا أبي، أنا لا أفعل هذا الأمر لأجل هذا. قال: إذن لم تفعل هذا يا أبا بكر؟ قال: أنا أفعله فقط لله جل وعلا، أنفق أموالي لله جل وعلا. فأنزل الرب فيه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. لما يا أبا بكر؟ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. سوف ترضى يا أبا بكر، سوف يرضيك الرب عز وجل جزاء بصنيعك هذا، يشتري الضعفاء والفقراء والمساكين ويعتقهم لله جل وعلا، لا يريد منهم جزاء ولا شكورا. هذا صنيع وفعل أبي بكر في بداية الإسلام. اشتد الأذى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الأذى شديدا، ومن أقرب الناس إليه عمه أبو لهب، لم يسلم منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب. وكانت لأبي لهب زوجة خبيثة سليطة اللسان، امرأة فاسدة، كانت تضع الشوكة والحطب على طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعند باب بيته. فلما سمعت أن الله عز وجل أنزل في زوجها آيات تظنه هجاء، جاءت إلى الصحابة وهم جلوسا والنبي بينهم صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت تحمل حجرا كبيرا، فسألت الصحابة والنبي جالس: أين مذمم تسميه مذمما؟ قالوا لها: وما تريدين فيه؟ قال: سمعت أنه هجى زوجي، يعني أبا لهب، والنبي أمامها، وأعمى الله عز وجل بصرها عنه. قالوا لها: وما تريدين فيه؟ قالت: لئن رأيته لأضربنه بهذا الحجر. فأنزل الرب عز وجل: وامرأته حمالة الحطب في جيدها، يعني في رقبتها، تجر في جهنم بحبل من صوف من مسد. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. اشتد الأذى على رسول الله وعلى أصحابه من جميع المشركين. يوم من الأيام كان جالسا عند الكعبة يصلي بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، كان يصلي فرآه المشركون عقبة وشيبة وعتبة وأبو جهل وغيرهم من صناديد الكفر، فقال بعضهم لبعض: من يذهب إلى سلا جزور بني فلان؟ وكان آل فلان قد ذبحوا أو قد ولدت لهم ناقتهم ولدا، فإذا بهم يقولون: من يأخذ النجاسة الخارجة بعد الولادة من المشيمة وغيرها سلى الجزور، فيرميها على ظهره وهو يصلي. فقام عقبة ابن أبي معيط أشقى القوم، فذهب وجمع النجس والقذر وما تخلف من الناقة بعد الولادة سلى الجزور، فاحتمله. ثم انتظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما سجد رماه على ظهره، والمشركون يضحكون ويتمايلون من الضحك، ورسول الله ساجد لربه جل وعلا، ساجد والنجس والقذر على ظهره. من سمع بهذا الخبر؟ ابنته الجارية فاطمة الزهراء رضي الله عنها، فأسرعت أخذت تركض فمسحت القذر عن ظهر أبيها. فلما انتهى النبي من صلاته نظر إلى ابنته فاطمة تبكي وتنظر إلى المشركين ماذا يصنعون بأبيها، قال: لا عليك يا بني، فإن الله مانع أباك، يعني اصبري فإن الله ناصري.
ثم ذهب النبي إلى المشركين وهم يضحكون ويتمايلون عند الكعبة بالقرب منها، فدعا عليهم وقال: اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعتبة، اللهم عليك بشيبة، اللهم عليك بفلان، اللهم عليك بفلان. أخذ يسميهم واحدا واحدا. يقول ابن مسعود وقد شهد هذا، يقول: والله رأيت الذين سماهم النبي كلهم صرعى في أول معركة في يوم بدر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. أوذي النبي أذى شديدا. أمية بن خلف كان يهمز النبي أن يسبه جهرا، ويلمزه أن يسبه سرا، فأنزل الله: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. أبو جهل عليه لعنة الله يوم من الأيام جاء إلى المشركين أصحابه وقال لهم: أيعفر محمد وجهه بينكم؟ يقصد السجود. قالوا: نعم. قال: لئن رأيته لأطأن عليه برجلي. فقالوا له: ها هو ذاك يصلي، رسول الله يصلي. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. فإذا بأبي جهل يذهب إلى رسول الله يريد أن يطأ عليه برجله، فتراجع والناس ينظرون، ما باله لم يقترب. تراجع ويضع أبو جهل يده أمام وجهه كأنه يبعد شيئا. قالوا: ما بالك؟ جاء خائفا. قال: إن بيني وبينه لخندقا. قال: ورأيت أهوال وأمورا عظام. فلما انتهى النبي من صلاته قال: والله لو اقترب مني لتخطفته الملائكة. فليدعو ناديه: سندعو الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. هكذا كان يؤذى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذى شديدا من كفار قريش، من خنق وضرب. بل جاء إلى أحدهم يوم من الأيام فدعاه إلى الإسلام فأسلم، فإذا به يذهب إلى صاحبه قال له: ما بالك؟ قال: أسلمت. قال: صبعت. قال: بل أسلمت، سمعت كلامه فأسلمت. قال: والله إنك لست بصاحبي حتى تكفر بهذا الدين وتذهب إلى محمد فتبصق في وجهي. وفعل الرجل، ذهب إلى رسول الله وكفر وارتد، فأنزل الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. سوف يعض على يديه جزاء نكالا بما صنع في هذه الدنيا. أوذي، كان يسب ويشتم، كان أقرباؤه وجيرانه يضعون القذر والنجس عند باب بيته، يخرج من بيته فيقول: يا بني عبد مناف، أي جوار هذا؟ كل هذا لأنه دعاهم إلى ربهم جل وعلا. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. يؤذى ولكن الرب عز وجل يصبره ويثبته. لما اشتد البلاء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه قرر أن يجتمع بهم في دار عند الصفا للأرقم ابن أبي الأرقم. فكان النبي يأتي إلى هذه الدار سرا، وكان الصحابة يجتمعون إليه في هذه الدار سرا. إذا خيم الليل ودخل الناس بيوتهم تسلل الصحابة إلى هذه الدار يجلسون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما أحلاها من جلسة، وما أجمله من مكان يجتمع فيه أبو بكر والإمام علي وعثمان بن عفان
وطلحة وعبد الرحمن وبلال وعمار بن ياسر وخباب بن الأرت والسابقون إلى الإسلام يجتمعون في هذه الدار مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كل ما يتلى في هذه الدار وما يقال في هذه الدار إنما هو سر من الأسرار. أي علم تعلمه السابقون الأولون؟ أي إيمان يزدادونه كل ليلة وكل يوم؟ ما أعظمها من جلسة وما أحلاها من دار يجتمع فيه الصحابة مع سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء. لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم. لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم. ذاك الذي